الله هتشوفوه في المباريات المقبلة. وليد أزارو كان بيغيب بسبب الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية. أيضا معلول وصلاح محسن بيوصلوا التأهيل لسه على هامش مران الأهلي، لسه الموضوع محتاج شوية. في نفس الإطار علشان معلول وعلشان كمان صبر رحيل الكابتن حسام بدري ادى أجازة أو راحة سلبية، الكابتن حسام بدري بيقرر تصعيد الناشئ عمر السعداوي للتدريب مع الفريق الأول للنادي الأهلي. عمر السعداوي أو عمر السعداوي بيلعب ظهير أيسر. محتاجين الكلام ده كله ومحتاجين نشوف ناشئين، والكابتن حسام أعتقد أنه مهتم بموضوع الناشئين. ان شاء الله يكون في البطولات المقبله نشوف ناشئين النادي الاهلي، وان شاء الله كمان نشوفهم لو النادي مش محتاجهم نشوفهم كاعارات، وان شاء الله يكونوا اضافه لاي نادي هم بيكونوا فيه. طيب موضوع مهم جدا، مباراه اليوم الثاني لبطوله الاهلي الدبلوماسيه اللي بينظمها النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد. النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم بينظم بطوله الاهلي الدبلوماسيه، انطلقت امبارح بالشيخ زايد وتشهد في اليوم الثاني اقامه 15 مباراه. بدأت المباريات في 11 صباحا وتختتم في 9:30، يعني بعد قليل إن شاء الله. وتنطلق أولى المجموعات بمباريات المجموعة الثانية والمجموعة الأولى والرابعة والثالثة، هقول لكم بالظبط. يلتقي النيجر مع كندا، وهولندا مع كوت ديفوار، وأمريكا مع جامعة الدول العربية أو مع الجامعة العربية. المجموعة الأولى يلتقي الكونغو مع ماليزيا، ثم مصر مع الأرجنتين، ويعقبها لقاء البرازيل وانجلترا. حاجة جميلة جدا بصراحة وفكرة حلوة قوي. المجموعة الرابعة تواجه اليابان فريق الأمم المتحدة، ومباراة كازاخستان مع روسيا، ثم استراليا مع الهند. مباراة المجموعة الثالثة لقاء إيطاليا وأسبانيا، وفيتنام مع فرنسا، ومباراة ألمانيا وتركيا. على أن تختتم مباراة اليوم الثاني للبطولة بثلاث مباريات، حيث يلتقي فريق الأمم المتحدة مع استراليا، ثم روسيا مع الهند، وتعقبها مباراة اليابان مع كازاخستان. عشان نشوف تفاصيل اكتر نشوف مراسلنا الجميل امير هشام. امير هشام اهلا بيك. كابتن ميدو تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. اخبارك ايه؟ وحشنا امير. عامل ايه يا كابتن؟ انت اكتر والله. كله تمام. طمنا قول لنا البطوله الجميله دي، شايفها بطوله جميله قوي كمان بنظمها النادي الاهلي في الشيخ زايد. طمنا قول لنا تفاصيل اكتر يا امير. طبعا زي ما بتقول يا كابتن ميدو هي بطوله جميله، والاجمل كده كمان اصلا هو تنظيم النادي الاهلي لهذه البطوله باشتراك مع السفاره الالمانيه هنا في مصر. وكان التنسيق منذ البدايه مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي بيشرف طبعا على هذه البطوله بشكل كامل ومسؤول عن العلاقات الخارجيه بالنسبه للنادي الاهلي. التنظيم يمكن اكثر من رائع زي ما انت حضرتك قلت. امبارح البطوله بدات، النهارده كان اليوم الثاني. بيشارك في البطوله 24 فريق بعد ما كان السنه اللي فاتت 13 فريق او 13 سفاره بالتحديد من السفارات الموجوده في مصر. خليني اقول لك ان مصر بتشترك عن طريق وزاره الخارجيه، وهي اللي بتتمثل في فريق مصر بيشارك في هذه البطوله، ويمكن بيأدوا بشكل جيد جدا. والنهارده كسبوا فوز كبير على الارجنتين 3-0، امبارح فازوا ايضا في مباراه اخرى بنتيجه 7-2 تقريبا. فبشكل عام هي بطوله لها اهداف كثيره من جانب النادي الاهلي. أكيد. كابتن ميدو هو أكيد. طبعا هو توطيد العلاقات الخارجيه بالنسبه للنادي الاهلي، وتقارب السفارات والعلاقات ما بين السفارات بشكل عام، وده شيء ايجابي مميز جدا بالنسبه للنادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب، واللي اكيد بنتمنى له الشفاء العاجل، مش بس التفكير في الجوانب الانفعاليه والجوانب الرياضيه فقط، لا ايضا بيفكر في الجوانب الدبلوماسيه والعلاقات المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي مع السفارات المختلفه، وده هيجر النادي الاهلي ايضا علاقات كبيره في الخارج، وده شيء يمكن ايجابي مميز بالنسبه للنادي الاهلي. الاجواء بشكل عام اجواء حماسيه جدا، اجواء جيده جدا، في تنافس كبير ما بين السفارات اللي بتشارك في هذه البطوله. ويمكن المميز ايضا ان هي اسمها بطوله النادي الاهلي الدبلوماسيه، السنه اللي فاتت كان اسمها بطوله السفارات، النهارده او السنه دي اسمها بطوله النادي الاهلي الدبلوماسيه، وده شيء ايجابي مميز من قبل النادي الاهلي يا كابتن. اكيد. يعني طمنا بقى على فريقنا الدبلوماسي، الفريق مصر الدبلوماسي عامل ايه في البطوله؟ يعني ماشيين كويس جدا، وهم الواضح ان هم اصلا عندهم فريق بيشارك في دوري الموظفين، حداشرات بيلعبوا حداشرات وكده. طبعا المباريات في البطوله دي خماسي كلها، فبالتالي هم جاهزين وحافظين بعض كويس جدا، وهيبقوا من المنافسين بشكل قوي جدا على
البطوله دي بجانب المنتخب الكوتيفواري والمنتخب الماليزي وايضا المنتخب الفرنسي يمكن بيأدوا بشكل جيد جدا خلال هذه البطوله، وايضا المنتخب الالماني. خليني اقول لك المنتخب الالماني بيأدي بشكل قوي جدا، وده ظهر في مباراه الامس. اهتمام كتير بشكل عام يا كابتن ميدو من النادي الاهلي ومن السفير الالماني شخصيا بهذه البطوله، وده شيء ايجابي ويعكس مدى اهميه هذه البطوله واهميه اهدافها طبعا اللي بيسعى من خلالها سواء السفاره الالمانيه وايضا النادي الاهلي ان هم طبعا بينظموا هذه البطوله بالاشتراك سويا يعني. تمام، يعني برضو شايف مين ابرز قول لي فرقتين ممكن ترشحهم لنهائي هذه البطوله يا امين؟ مصر الفريق المصري طبعا بيشارك بشكل قوي جدا، وهو يمكن احرز 10 اهداف البطوله. امبارح المباراه خلصت 7-0 كان 7-2، النهارده كسبوا 3-0 وما دخلش مرماهم ولا هدف، فبالتالي هم مرشحين بشكل كبير جدا للفوز بهذه البطوله بجانب طبعا المنتخب الالماني واللي قدر انه يفوز بطوله السنه اللي فاتت. لكن الفارق طبعا السنه اللي فاتت والسنه دي هو عدد السفارات المشتركه، السنه اللي فاتت كان 13، السنه دي 24، فبالتالي السنه دي اقوى بكثير. وفي بعض يعني يمكن بعض الجماهير او بعض التاليات اللي يمكن بتتابع المباريات، طبعا مش عددهم كبير خالص، لكن بيتابعوا المباريات الخاصه بالاستفارات الخاصه بهم هنا في مصر، وده شيء ايجابي وشيء بيعكس مدى الامن والامان اللي تتمتع به مصر خلال الفتره الحاليه، وده يمكن اللي بنعيشه كلنا خلال الفتره دي يا كابتن ميدو. وطبعا الاجواء والاتموسفير بشكل عام بالنسبه لمصر ان النادي الاهلي او اي مؤسسه مصريه تقدر تنظم اي بطوله، ما بالك بطوله خاصه بدبلوماسيين واشخاص يمكن مهمه جدا أكيد. خلال تواجدها هنا في مصر، وده اكيد شيء ايجابي جدا فعل النادي الاهلي مؤخرا، ويحسب بكل تاكيد للنادي الاهلي ومجلس ادارته كابتن ميدو. اكيد يا امير هشام، شكرا جدا على هذه التغطيه المميزه وكل التفاصيل اللي اديتها لي، شكرا جدا ليك. اكيد بطوله مميزه بينظمها النادي الاهلي زي ما قال.